داري على الهامات ترقى للمعز في سنود حلت نفوس اللي تعادينا تحرق أعصابها غنى الطرب وتغطرفت بالجود لا منها بنود ويعزها بالطيب قوم تفتخر بنسابها والله ما يلمس فيها غصن أو أطراف عود ما دام قايدنا خليفة للعدل يسعابها فالبر جيش يحمي أطراف المراكز والحدود وفالبحر عطران الشوارب رادعين انشابها ولا صقور الجو قمة في معايير الصمود محسوم نية كل واحد من تطير أسرابها نحن عيال العود وهل الدار ما فينا جحود وارواحنا عند الوازن ما نحس بحسابها. سلام من الرحمن موصول بالرحمة. أعزائنا المشاهدين، الشعر الشعبي له خصوصية في دول الخليج عموما وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص. هذه الاحتفائية الشعر الشعبي من خلال مهرجانات ومسابقات وندوات ومن لقاءات أيضا نلتقي في هذه الليلة مع شاعر مميز حفر اسمه في توجهات كثيرة من الشعر الشعبي، أحمد بن هياي المنصوري أصبح علم من أعلام الشعر الشعبي في الإمارات. نلتقيه ضيفا عزيزا في هذه السهرة أو الحلقة من برنامج شعراء الملايين، ملايين القلوب التي استحوذ عليها هؤلاء الشعراء ومن ضمنهم أحمد بن هياي المنصوري. أهلا بك أحمد في هذه الحلقة، نتمنى أن تكون كما نعهدك دائما ضيفا ثريا تضفي للحلقة الكثير. الله يسلمك ويبجيك، أنا يسعدني أني أكون من ضمن الشعراء اللي شاركوا في هذه الحلقات اللي الله يسلمك. لا أنت راح تكون نوارة، وهذه معك والأخوة اللي راح يشاركون معك يعني راح تكونون من أهم الشعراء ولا شك في ذلك، يعني خاصة القصيدة اللي سمعناها في بداية الحلقة يعني تنم على أننا أمام انطلاقة جيدة ومميزة في هذه السهرة أو في هذه الحلقة. أحمد، الشعر الشعبي دائما الشعراء الشعبيين من الأشياء التي نحن نحسدهم عليها هم تقديرهم للشعراء الآخرين، تقديرهم للشعر الشعبي الآخر. من الشعراء الشعبيين في الإمارات يعجب أحمد؟ كثير من الشعراء عندنا نحن في الإمارات هني تميزوا بهذا الشيء، تميزوا بالقصيد الشعبي، ومن ضمنهم أحمد بالكندي يوم يقول دار من عقبهم ما هي بمرغوبة بشوم أنا مثلهم ما لي طرف فيها. أنا أتمنى هذه الأصوات الطبيعة، لأن احنا قررنا أن نصور هذه الحلقة ودائما كل برنامجنا راح يكون شعراء الملايين هو في المناطق الطبيعية في الإمارات، وطبعا احنا في قرية التراث في كاسر الأمواج. بكل عفوية هذا اللقاء مع أحمد، البحر والناس والمصطافين والسواح، فهذه يعني تأثيراتها نتمنى أن تكون إيجابية في هذه الحلقة. لا أمورها طيب. طب من تحفظ لمن يعني يا ريت نسمع شعر من الأشياء التي أثرت في أحمد وتكوين أحمد. أقول لك أنا من ضمن الشعراء اللي هم مؤثرين فيه ودائما يلمسون عندي الإحساس منهم أحمد بالكندي. كان أحمد بالكندي لما أسمع قصيده أو أعد قصيده لنفسي أنا بيني وبين نفسي أحس أنه يتكلم عن أشياء تخص أحمد أو غيره من الناس، منهم أحمد بالكندي ومنهم بن عتيج ومنهم كثير شعراء الإمارات ما أذكر أذكر حد. قصيدة مميزة أثرت في أحمد بن هياي مميزة للكندي أو لغيره؟ طبعا الكندي رحمة الله عليه يعني اشتهر بالقصائد التي غنيت له، سيدي يا سيدي ساداتي، هذه القصائد التي يعني سوت من أحمد علم في الغناء، يعني نتمنى من قصائد لم تغنى لأحمد بالكندي إيه وأثرت في أحمد بن هياي كثير. منها يوم يقول يا الله يا عالم خفيات الإنسان أنت عالم والناس ما يعلموني من كل فرج يا منجي إن كل غرقان وانت مقدر كل شيء يكوني انظر لمن حاله بدأ فيه نقصان عايف منام الناس ليرقدوني
يرعى نجوم تسري الليل بعيان ويخفي ونينه للملا يسمعوني. جميل. والصبح يصبح دون عقل وبرهان مثل الذي تلعب عقله جنوني. من حب ناس من المخاليق خلان ما هو على حالي ولا يرحموني. قام يروح عليها يقول مثل الوحش اللي يصيد من بعد ما كان يختار في روس العلا والقروني. يعني هي هاي انتقالنا للقنص يمكن هذا التأثير، لأن راح في بعد الاستراحة راح نتكلم عن قصائد القنص في شعر أحمد. خليجيا من أثر في أحمد بن هياي؟ خليجيا عددهم ما مو بقليل. اللي أثر وجعل في بصمة عندك عبد الله بن عون، خلف بن هذال، جزء الحربي، وايد وايد شعراء اللي هم القدام، ولا قصور في اللي طالعين ذا الحين، ولكن هذيلاك تحس فيهم من ناحية المعنى أنه أقرب وأغزر، تستفيد منهم يعني. فدائما مثل بن عون كان أو لا زال هو المتمكن في قصايد الطير، مثل خلف بن هذال غزلي ووطني حماسة. بحت نعم. وجزء الحربي نفس الحكاية، في جزالته لا يقل عن الشعراء الباقيين. أحمد، في الشعر العربي الفصيح دائما نحن نتكلم على أن الشعر القديم أفضل من الشعر الحديث يعني، أو هكذا يعني حتى عامة الناس يعني تتذوق هذا الشيء. الشعر الشعبي أيضا موجودة هذه الحدية أن الشعر القديم أفضل من الشعر الحديث عند الشباب؟ صحيح. مع أنا يعني ما أخالف. كل يتحدث عن تطور القصيدة الشعبية. صحيح، ولكن مش مفقودة عند بعض الشعراء. موجودة ولكنها يعني يمكنها ما طلعت على البشر أنهم يسمعونها، مع أن كان الشعراء قبل ما فيهم قلة، ولكن الحكمة. الحكمة هي أحمد لون من ألوان الشعر، تأثيرها في الناس طبعا قوي. لكن هل الشعر هو دوره أن يقدم الحكمة أم الإمتاع؟ لا، الإبداع. الحين مو بكل شاعر بيبدأ لك يعني بيصنع لك من شعر حكمة. فالحكمة ما يعني من نفس الشخص، يعني ما تولد الحكمة من هباء، تولد من حكمة الشخص نفسه. إذا الشخص حكيم تطلع منه الحكمة. نعم، يعني الآن أنت قلت يعني كلمة فيما يتعلق في أن إحنا الآن نعيش برخاء. يعني أتمنى أني أسمع إجابة منك يعني موسعة، يمكن يعني بعد الفاصل راح نأخذها ونستكملها. ولكن هل الفقر هو أكثر قدرة أو سبب لكتابة القصيدة من الغنى والرخاء، أم هي بس الحكمة تخرج يعني بالفقر وشظف العيش؟ بالعكس، الحكمة يعني الحكمة أنا وجهة نظري أنها يعني ما عنيت بسؤالي أحمد أن مثلا الكتابة في حالة الرفاه والترف يعني يمكن تبتعد عن الحكم وعن وتمارس حياة الغزل وما شابه ذلك، أما الفقر وتعب الحياة المعاناة السابقة هي التي توجد الحكمة في الشجاعة وفي الكرم وفي مؤازرة الجار وما شابه ذلك. يعني ظروف الحياة هي مساهم رئيسي. صحيح، لأن الحكمة من باب تجربة. ما يجيك الواحد ويعطيك حكمة من دون ما يكون قد جربها وخلص. يعني هاي تجربة. بس ما لها رابط بين الغناء والفقر، أنا بوجهة نظري يعني، ولكن من باب التجربة. فما والمعايشة. والمعايشة. راح نسمع منك قصيدة تتعلق في هذا الجانب، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود مع الشاعر أحمد بن هياي المنصوري في برنامج شعراء الملايين أو شاعر قلوب الملايين. تحياتي لكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأول والقصير، وعودة مع الشاعر أحمد بن هياي المنصوري. أحمد، إذا حضر الشعر أعتقد أن النثر والتنظير والكلام يتأخر قليلا. شو رأيك يعني تصحبنا مع المشاهدين في قصيدة غزلية، حبذا لو كانت غزلية من شعرك، لنستهل فيها الفقرة الثانية. غزلية
يقول ارحب وقرب وادخل القلب وارتاح ارتاح واقلط في صدر الصدر دامك تعنيت لك فيه قدر وشوق مع طيب فواح واللي تبى مقضي على ما تمنيت كرامتك طاحت ولا فيه مرواح والضيف شوره صار لمعزب البيت جميل اقلط وقهوة الروح أشواق وامزاح وعطني علومك لا قدعت وتقهويت وشفت حزن الضيق في مقلتي لاح ويدران صدري صدعتها التناهيت لا تنبهت منها وما قد مضى راح طالع وشفني توي تو ما تشاليت من ضيق وباقي هم وصدود وجراح لكن مع الأيام طبت وتعافيت أم رحت عند القوم وأيامي يشحح وهقيت لكن غلطتي من تهقويت مصيبة الطيب إذا بلغ الأباح دايم يردد كلمة الضيق يا ليت ومن شفت بيت الحب في صدورهم طاح يمعت باقي ذود حبي وشديت محق غلا قد ساقني ومحق مراح ومحق محبه يزت منها وصديت ومنها حمام الصدر يا مهجتي ناح والحمد لله ما غبنت وتوفيت ولا انت يلي عيونك سفوم ورماح يلي يمعت احساس مغليك من ييت من ييت واشواقك على الصدر تنساح لبيه لمنك حكيت وتعنيت حب وتغلى دام للوصل مفتاح واشره وعاتبني اذا عنك سجيت وقل لي عن اشواق الغلا كيف تنباح وبيح عن احساسك متى فيها حسيت مسموح في مغليك ممسى ومصباح واللي تما مقضي على ما تمنيت كرامتك قلبي ولا فيه مرواح والضيف شوره صار لمعزب ما شاء الله صحيح احمد وانا اسمعك الان يعني اشوفك تكاد تذوب رقه وانت تقرا الغزل وفي قصائدك الوطنية أشوف يعني أنا أمام شاعر يعني شاعر سيفة مثل ما يقولون بما يتناسب مع القصيدة وهذا شيء طيب يعني يمكن لحد الآن الشعراء يعني أفضل من المطربين بهذه القضية صحيح. يعني أنا أشوف المطربين يتكلم بقصيدة وداع وقاعد يرقص ويضحك ويعني فرحان أما الشاعر ما زال إذا قرأ القصيدة الوطنية فتجد صوت عالي فيها والغزلية هذا الإلقاء إلقاء الشعر من يعجبك يعني أو ما هي هل تعتقد لأهمية كبيرة في إيصال القصيدة؟ أنا أعتبر أن إلقاء الشعر بالنسبة للمئوية يعتبر 70% من القصيدة شيء طيب نعم لأن دائما القصيدة نفسها هي تحكم على الشاعر أو الموقف نفسه يحكم على الشاعر إنه يكون هادي أعصاب أو ثاري أعصاب لأن كيف يعني يوصل الشاعر إحساسه للمتلقي إحنا لو قلنا مثلا وطنية وفيها إذا عديتها مثل ما عدنا قصيدة الغزلية المستمع نفسه ما يتقبلها وإذا عديت القصيدة الغزلية بصوت منبري بعد نفس الحكاية المتلقي ما يتقبلها أنا أشوف أن الشاعر لازم أنه يجتهد في توصيل مشاعره للشخص نفسه الشعر هو يعني من باب وجهة نظري أنا أنه كونكت بين أرواح بين الشاعر والمتلقي وأرواح مو بين عقول يعني بس في الدرجة الأولى حقيقة يعني تذكرتني في هذا الجانب وأنا أوافقك الرأي كثير من الشعراء بكل أسف يعني كنت أشوفها لما يقرأ غزلية على المنبر يعني صراخيته في قراءة القصيدة الغزلية كأنه يعني هو في حالة خناق يعني وضرابة مثل ما نقول أنا أقول لك هو في بعض الشعراء تلقاه متشدد في القصيدة شوي هو يعدها حتى لو غزلية أنا ما ألومه في هالشيء يمكن أن من باب المنبر اللي هو فيه أنها الارتباك يفقد الشاعر يعني نقطة التوصيل أو نقطة العد في 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 المنبر هذا وتوصيل المستمع يمكن يفتقدها هذه ليش من باب الارتباك أحمد بن هياي المنصوري أي إنسان يكون معاك عن قرب يعرف من أحمد بن هياي المنصوري يعني من أكثر الشعراء الشباب تحديداً اللي كتبوا في القنص وفي صيد وفي صيد طيور طبعاً سواء خارج الدولة أو داخل الدولة ومن يبحث عنك أيضاً في النت راح يكتشف هذه القضية عندك يعني نبنا نتوقف الآن عند شعر القنص أسبابه
عند أحمد، يعني هل هي حب خالص إنه بس مجرد الحب هي تملى عليك في كل رحلات القنص؟ دونتها وثقتها؟ شو علاقة يعني القنص كهواية؟ حدثنا عنها وكشعر. أنا يعني أبعطيك وأنت إن شاء الله أنك ما تتعرف، ولكن من أصعب القصيد قصيد المقناص، لأن صعب الإنسان أنه يصور بكلامه صورة في مخيلة المتلقي. الصورة هذه كيف؟ أني أنا بكلامي أو بقصيدي أصور لك المقناص وكيف أحسسك أنك أنت معاي في نفس الرحلة، حتى يوم أعد عليك القصيدة وأنت قاعد تطالعني مخيلتك تروح معاي في المقناص كأنك قانص معاي. فأنا وجهة نظري أن قصيد المقناص من أصعب القصائد، حتى لو كانت يعني السهل الممتنع. ليش؟ لأن التصوير فيها والتركيب والتوصيل أي قطعة تضيع الصورة كاملة، فلازم تكون أنت متسلسل من فوق لين تحت. وأنا والله الحمد ما يعني دائما أنا قصيدتي أستردها منك أنت، يا مثلا كريم تقول لي ما شاء الله قصيدتك وايد حلو، بس أنا ما أعرف أنها يعني ما أقدر أقدرها مثل ما أنت تقدرها. دائما أسمع، يوم أسمع ردة فعلك لي أحس بلذة القصيدة. هذا فيها أنا ما أدري. قصيدة في المقناص أحمد بن هياي المنصوري كتبها، وحس بأنها قدر يوصل إلى مرحلة من الصدق الكبير أو التماهي مع الحالة اللي كتبها، سواء خارج الدولة أو طبعا أغلب قصايد القنص خارج الدولة، لأن إحنا ما عندنا مقناص داخل الدولة. فياريت نسمع قصيدة تشعر بأنك أحمد أنت يعني خرجت معاك هذه القصيدة بسهولة إلى درجة أنها عبرت عن الحالة بالضبط اللي عشتها. والله قصيد وايد عندي أنا من ناحية الطير. أنا في قصيدة يوم يقول العصر ليت الزمن ذاك العصر ما يا نهاره، وليت ذاك اليوم قفينا قبل ياتي عصيره، وليتني صليت سنه قبل مرواح استخاره، كود ربي يلهم الطالب الأمر أن يستخيره، عقب مقيال قضيته فوق مصطاح الزباره، مع قروم بالمزامط كلني ماري بطيره، ذاك يمدح بالفعول وذاك طيره بهقشاره، وذاك طيره بالوحاشه ما عرف وشو مصيره، انتحينا بالعصر والربع كلهم في مساره، والخوي لسايق الموتر تركد في مسيره، انت قفر بالاثاري ذا يمين وذا يساره، حين انحينا بوادي واسع وارضه قفيله، العشوب اللي بوسطه كاسيها ارضه خضاره، والمحاري بالحباري وارد فيها جريله، من دخلنا فيه كني استحسيت الاثاره، قلت ربي جعل امري فيه خير وفيه خيره، تونا في اوله تو ما قطعنا به ظهاره، التمحنا فيه ثلاث وخربه مخر مطيله، المهم اني اعطيت الطير سبقه مع قراره، وارتكز من شافهن وقفهن عقب شوفه مغيله، من ترصد عودهن قام يتفنن في طياره، حطهن بين العيون وصارت النيه خطيره، الشطاره من فعوله كاسبه منها الشطاره، والطيور الصايده ما قد ذكر مثله نظيره، ما هو بطير انكسر بالحوم من فوق الغماره، ينتظر ترميله التلواح ويحصل نسيله، يلوي الانحان وقفه غارته ما هي بغاره، كانه يطالب بثاره ولا عطى فرصه لغيره، متلين من هالعهد حين انتحى من غد فقاره، بيني وبينه مسافه بالمدى ما هي قصيره، عندها يينا وخذناها دواره في دواره، ما تركنا متر فيها والنواظر له بصيره، والجهاز اللي خذلنا ما حصل منه اشاره، ما اعطانا كود نبره تطفي النار السعيره، قمت اردد في ضميري يا خساره يا خساره، كان ملنا في جهاز حارق النصف الضفيره، وانتهى وقتي ويانا الليل وازدل بالستاره، ومر ليلي والدقايق من عقب طيري مريره، ومن قضان يومين وانا احتري ايت بشاره، ومن ينادي قلت بشر يا عسى بالعلم خيره، عارف ولاني غتير بامر ربي واقتداره، كاتب سقم النفوس وباعثهم فيها السريره، انكتب لي ضيعته واشرب عقب نقله مراره، ومن يضيع مثل طيري يا عسى ربي يجيره، اشقر كل الوصوف النادره خذها جداره، من بلاد الفرس عابر وانشبك وسط الجزيره، النحر كانه عليها الثلج كاسيه بنواره، وان قفيته ارقط اني كان الذهب ظهره ينيره، الغضب في محجر عيونه وكنبها شراره، افي حسا قين وساقه كانها كسره جبيره، الصدر بارز وعرضه زايد للطول تاره، مساوي يلي انحان ذيله والمناكب له كبيره،
عاتقه فوق المناكب شبر في وصف العبارة، وصيته دايم عليها بالفعل قاسي ضميره، يتصف فوق قطاعه والشجاعة بالجسارة، وغيرته لي من طلب في صيته ما هي بغيره، وغيرته لي من طلب في صيته ما هي بغيره، وين بلقى مثل فعله لي مزج فعله حرارة، أشهد أنه نادر في ضيعته نفسي كسيره، وأشهد أنه لاعني بعده وشب الجوف ناره، وزادها لي من حكوا عنه وجابوا فيه سيره، والله أن الطير نقله مو نسن البال كاره، وضيعته سقم المولع لي غدا بعده يحيره. ما شاء الله، حقيقة قصيدة يعني تشعر بكل من ليست له علاقة بالقنص يتمنى أن يكون في القنص. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مع الشاعر أحمد بن هياي المنصوري لمتابعة هذا الحوار الشيق. أعزائي المشاهدين، عود والعود أحمد كما يقول مثل عربي، ونحن نعود مع أحمد بن هياي المنصوري. أحمد، أنت غائب عن الغناء، ليس ضروري أن تكون يعني متواجد، ولكن ما يعني ما نسمع كثير من كلمات أحمد يعني تغنى. لا، أنا لا أعتبرها إيجابية ولا أعتبرها سلبية على فكرة. لا لا، هي ما لا أخص في الإيجابية والسلبية، ولكن أنا ما اجتهدت للموضوع هذا، لأن الغناء له نمط معين. يعني مثلا الغناء ما يبغي بيوت قوية، يبغي بيوت يفهمها العود الصغير من ناحية الغزل ومن ناحية غيره. يعني ولو طلب مني أنا ما عندي أي مانع، ولكن أميل للوطنية أكثر. طيب يعني أحمد، هنا أنت تشدني إلى سؤال آخر قريب من هذا الموضوع. الحزن والفرح أيهما أقرب إلى أحمد لحالة الإلهام، إلهام القصيدة؟ يعني مو إنه يحب الحزن أو يحب الفرح، أقصد اللي تطلع منك القصيدة. والله أنا أشوف أن الحزن هو يعتبر أنه المفتاح الأكبر للإلهام الشعري، لأنه دائما يضرب على الأوتار يعني الحساسة، مع أن نفس الشيء في الفرح، ولكن ميولي أنا للعتب أو الحزن. دائما أنا تلقاني بيبان الإلهام عندي تكون مفتوح. يعني هناك من يصطنع حالة الحزن في نفسه، يعني يتبنى فراق حبيب حتى لو مو موجود هذا الحبيب. هاي تصير معي، تصدق؟ الخيال، إذا هنا نكتب على الخيال. يعني كم نسبة الخيال في كتابة القصيدة عند أحمد بن هياي؟ أنا يعني أنا اللي متأكد منه إنه مو معقولة أحمد بن هياي يجب أن يعيش كل حالة، غير قصايد القنص طبعا نتكلم عنها، اللي تعتبر توثيقية مثل ما كان يقال شعر ديوان العرب، أما أن مثلا غير التوثيقية، يعني مو معقول أنه يجب أن يعيش في الحالة. هي دائما تركب على 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 الطرفين، إن كان خيالي وإن كان واقع، لأن بس أنا أشوف الواقع أنه أبلغ من الخيالي دائما، ويوصل للشخص بطريقة يعني أسرع من الخيالي، لأن الخيالي تحسه أنه ما عايش الشخص هذا إلا من باب تخيلات. فأنا أشوف أن مزمل، نحن نسميه المزمل، مزمل الخيال مش مثل مزمل الواقع، تكون واقع أنه أبلغ في هالموضوع، إن كان في حزن أو عتب أو حب أو غيره وغيره وغيره. أنا ما أريد أختلف معك ولا أريد أن أتوافق معك حقيقة، أنا بتركك لأن الموضوع هذا شائق، لكن أبى أتمنى أن نسمع قصيدة الآن دائما ونشوف فيها خيال، علشان أرجع أناقشك فيها، بس أبى فيها الخيال، سواء غزلية أو وطنية، ونشوف الخيال لوين ودى أحمد في القصيدة. أي قصيدة تختارها لنا؟ أنا بختار لك أربع بيوت. أربع بيوت، يلا نسمعهم. يقول: هذا مكانك بين الأضلاع مهجور، وباقي دفاتر ذكريات قديمة، وبابه عقب ريح الجفا صار مكسور، كأنه من الهجران مسرح جريمة، ومكتوب: شطر ينقرب آخر السور، مجروح لكن العواقب سليمة. الله، هذا الخيال. هذا الخيال، وهذا الجمال بالخيال. وتجي تقول لي والله الواقع، يعني الواقع يمكن هي بس مجرد أن الحبيبة هذه راحت، لكن شوف الخيال شو صنع. شوف الشعر، هذا واقع، هذا واقع
يدخل في تشبيه الخيال. أنا قاعد أشبه الصدر أو البيت أو القلب، كيف سمعت أنا شبهت، ولكن إذا دخلنا في خيال الموقف هني تفرق. شيء طيب. أحمد، إحنا تكلمنا قبل شوي على الغناء، أن أنت يعني ما عندك موقف معادي للغناء، وإذا طلب منك ما راح تتأخر. زين، في هناك موضة تسجيلات الأشرطة الكاسيت جت فترة، وشوف انحسرت الحين، تأخرت. ما فكر أحمد هيا ينزل أشرطة بصوته، لأن الناس يحبون يسمعون الشعر أكثر ما يحبون يقرون. أنا ما أعتبرها انتقاد، لأن في ناس تلومني على الموضوع هذا. أنا مقل في نشر قصائدي. لا تسألني ليش، لأني مش عارف نفسي. فدائما على حساب تويتر أو غيره دائما يدخلون علي ناس، سؤالهم الوحيد بعد السلام: أحمد، وين ألقى قصائدك؟ نبى نسمعها. لأن دائما أنا أنزل أربع أبيات، خمسة، أربع، لأن تعرف تويتر ما تقدر تنزل قصيدة كاملة. فيقولون مثلا، يعطوني بيت، يقولون هاي قصيدة وين، والأبيات هذه وين تكملتها، وين لقاها بصوتك؟ وهي تكون طبعا فعلا هي جزء من قصيدة. هي صحيح. فأنا دائما عفوي في هالأمور، وأعترف بهالشيء دائما في هذه، أقول لهم يا جماعة أنا مقصر ومقل في هذا الأمور، دائما ردي كذي. زين، هذا رأي، خلينا نقول رأي واحد يعني متواضع، لسبب بسيط. أولا خلينا نعرف وين أحمد ممكن ينشر وما نشر. أعطيني المنابر اللي موجودة لك الآن غير لتويتر. إذا قررت تنشر الحين، أنت الحين أخذت لك قرار، وإحنا الحين في قرية تراث كاسر الأمواج في أبوظبي، قررت أنك أنت تتواصل مع القراء وبتنشر، وين بتنشر؟ والله ما سؤالك أصلا، ما أنا المنابر وينها؟ إيه، ما حسبت حسابه، لأني أنا مش عارف وين. لا، مو موجود المنابر. إذا أنت مش مقصر، أنا قاعد أقول لك أنت الآن يعني تجامل، لأن المنابر مو موجودة. ما عادت. لا تجامل على حساب نفسك، أصلا مو موجودة منابر للشعر الشعبي. يعني كانت زمان، كان في بعض الصفحات في الجرايد اختفت تقريبا، أو ما عادت لها ذيك الأهمية، وفي بعض المجلات وتراجعت أيضا، يمكن بعدها موجود. تلفزيونات، الإذاعة، المحطات هذه وينها؟ يعني إذا أنت قررت الحين تأخذ هالقرار، وين المنابر؟ والله ما في يعني منبر معين أو هدف معين أنا مسلط الضوء عليه، لأني أنا إنسان مثل ما تقول عفويتي أكثر عن اللازم. عفويتك هذه تمشي بالتويتر على فكرة أكثر، والفيسبوك. إيه، فأنا ما دا يعني ما أبني أشياء على أساس إني أنا أطلع عليها، فهمت؟ يعني أنا إذا سئلت جاوبت، وإذا طلب مني عطيت. طيب يا ريت سمعنا شيء أو ادخلنا في أجواء التويتر اللي أحمد يشارك فيه، بيات الشعر هذه النتف اللي كتبها للتويتر، يعني ما بجزء من قصيدة. يعني تويتريات سمها، تويتريات أحمد بن هياي. والله ما حفظها، تعرف، لأنها تي تلقائية، يعني ما تقول ارتجالية، مثلا بيتين ثلاثة ارتجالي. أنا أفهم الشعور طبعا، أفهمها تماما. يعني زين أحمد، يعني هذه الشغلات، يعني هل تعتقد أن منبر لتويتر والفيسبوك أو كل التقنيات الحديثة المتواصلة، سواء حتى لو مع جروبات من خلال الواتساب وما شابه، تشيل عن أحمد شوية، يعني تعبر عن أحمد، ترضي أحمد؟ لا والله، هي يعني إذا في هذه الواتساب وغيره، إذا الشخص نفسه ما اجتهد في الموضوع هذا وقام ينشر، يعني مهما نشرت أنت ما توصل طموحك اللي تبغيه، لأنه أنا ما أعتبره منبر. منيبر؟ إيه، ما يعتبر منبر. منيبر صغير، خاصة في عدد الحروف صغيرة يعني. إيه، ما أعتبره منبر على أساس إني أنا أطلع عليه أو إنه يرضي طموحي، لأن دائما الإنسان اللي عنده طموح والمجال ضيق، ما يكون راضي.
على فكرة أحمد، ما يملك الطموح إلا صاحب الموهبة أو صاحب الفكر الكبير. خلنا ما نطلع من هذه الدائرة أحمد. المؤسسات الثقافية شو تتمنى عليها، سواء في كل على مستوى كل الإمارات، يعني شو تتمنى منها؟ ما أنا الدوائر الثقافية، الإدارات الثقافية، وزارة الثقافة، هذه كالمنابر أو الهيئات المتخصصة، شو تتمنى؟ أنا أتمنى أنهم أسألك سؤال آخر. مش غلط، يعني هل تتمنى أن يشيل يوصلون أحمد بن هياي إلى بقية الوطن العربي، يحملون صوته ويعملوا له مشاركات خارج الدولة علشان يوصلون صوته وصوت المبدعين الإماراتيين خارج الدولة؟ هل هذا دور يعني غلط أن نطالب فيه المؤسسات الثقافية؟ كريم، نحن في عندنا شعراء، بغض النظر عن برنامج أو غيره، في عندنا شعراء. ليش المؤسسات هذه ما تعمل لهم مسابقات؟ ليش؟ أو يعني مثل مجلس الشعراء القديم اللي كان الله يرحم الشيخ زايد حطنا، ليش ما ينعاد؟ بالعكس، كان كنا أحيدنا حنيهال، كنا أهلنا يتريونا يوم الأربعاء أو في يوم من الأيام من أيام الأسبوع. إيه، كان أكثر حتى تلفزيون دبي له عنده برنامج، يعني أكثر كان أكثر برنامج. وين هذه؟ مفروض الحين يعتبر من التراث، فنحن مفروض أن يعني نقول المطلب الأول مثلا أن هذه المؤسسات الثقافية الآن تسوي برامج ثقافية، أمسيات، ندوات، أيضا إيصال المبدعين إلى خارج الدولة. صح، يعني ينظمون لك أمسية في البحرين، ينظمون لك أمسية أحمد، ينظمون لآخرين أمسيات خارج الدولة. لو نظموا لك أمسية الآن وبتقرأ قصيدة وطنية، أحمد شو بيقول في القصيدة الوطنية؟ اعتبر حالك الآن إحنا طالعين فيك في أمسية خارج الدولة، ونظمت قصيدة حبذا لو كانت وطنية. أم يقول علم اللي رقبنا عند باب القدوم، بإذن ربي بنوصل شفه مبتغاه. هذه القصيدة هنا كانت في شاعر المليون، ذكرتني بها. هذه بنسمعها بعد الفاصل، بس أحمد نباك تسمعنا في الجزء الأخير أكبر كمية من أشعارك، لأن الجمهور أكيد متشوق أن يسمع شعرك، مو متشوق أن يسمع أسئلتي وتحقيقاتي معاك الصحفية. أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله. فاصل ونعود معكم مع الشاعر أحمد بن هياي المنصوري. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بالعودة الأخيرة، والتي لا نتمناها أن تكون الأخيرة، مع أحمد بن هياي المنصوري. أحمد، طلبت قبل فاصل مقطع من قصيدة شعبية وطنية، وأنا أعرف أن شعرك كثير في الوطن، وما أريد أحصرك في اتجاه معين ولون معين، ولكن حبيت بس أعطي نبذة عن بعض قصائدك للأخوة المشاهدين. من ضمن القصائد هي مقول يا موطني شاعرك صامل وموجود. موجود، وقصايده في حب داره قرنها، شبحه على بعد النظر ما لها حدود، وما على كبد الهجوس وطعنها، وان كانها بالشعر فالدرب ممهود، وزهل نوادرها على من وزنها. سرت عليها لين قلت وبلادنا في خير، من زود في زود، ومن ضاق من ضيم الليالي زبنها زبنها، عسفت وهي جامح على حكمة العود، واليوم في يمنى خليفة رسنها. زايد رفاها طيب وخلاص وجود، ووحد قبائل شعبها واحتضنها، قبائل من هالوفا دوم محصود، ما تنتظر صدق الولا يمتحنها. والله هني ناس ما شاء الله. لا والله، يعني انت من يوم ذكرت اصلا الشيخ زايد رحمه الله عليه، يعني دائما تاخذنا اشبه ما يكون بالاغفاء اللي دائما تطير حتى من ذاكرتنا الكثير. مقصد احمد، للزمن وللتاريخ ما تفكر تطبع ديوان شعر؟ ليش هناك في عداء بين الشعراء الشعبيين والكتاب المطبوع؟ أنا ما عندي خلاف في الموضوع هذا، ولكن أشوف أنه مو بوقته، لأني مو بوقته أني أسوي لي ديوان، لأن الديوان يبغي له قصايد
مختارة يعني، مو الشاعر ممكن يكون عنده ألف قصيدة كلها يحطها في الديوان، لا، ولكنه يختار أعذب الكلام ويحطه، لأن دائما أنت الحين عبد الكريم شاعر، ولكن أنا راهن كان قصائدك كلها مش موجودة في الديوان. لا طبعا مو موجودة، ونفس الشيء أنا بالك يعني أباك تختار من قصائدك، لو اخترت مثلا 40 قصيدة وحطيتهم في كتاب للزمن. صحيح. يعني شو المشكلة يعني؟ ما في مشكلة، يعني أنا ما عندي خلاف، ولكن أقول مش وقته، يعني أنا أشوف الحين أنه مش وقته، ما هو يعني مش من قل قصائد. إذا ما كانت من قلة القصائد إذا نبي نعرف السبب. ما في سبب، لكن أنا أحس أن في شيء جاي جديد. ينزل في كتاب ثاني. هذه هي نظرية الكتابة، الدواوين والمجموعات، ينزل في كتاب ثاني، اتجاه آخر لأحمد، مستوى آخر لأحمد، صحيح، توجه آخر لأحمد، رؤية أخرى لأحمد، مواضيع ثانية لأحمد، يعني عند الديوان الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. أحمد تراني عانيت بالكتابة لأن في هناك شيء يسمونه نسيان. لا تأييد لكلامك، أنا تدري نص قصايدي ناسنا. ناسيه ولا ضايعة؟ ناسنا، يعني مثلا قصيده من 3 سنين 4 سنين يمكن احفظ منها 3 4 بيوت، ويمكن ومو موثقها. لا يعني احمد احنا في القرن 21 ادري، لكن وانت الان تغرد في التويتر وعندك حساب ما شاء الله عليك. صحيح. وبعدك ماشي على آلية الحفظ، يعني والله شوف حتى حفظت القرآن على ايام الصحابه رضوان الله عليهم، ان قالوا كتبوا التدوين قالوا ما ينفع الحفظ. انت يمكن يا ابو احمد ما تصدق الكلام، ولكن لا صدقك والمشاهدين يصدقونك، بس لا تصدمهم. لا مش صدمه، لكن هذا واقع. تقول قصايد تضيع، حرام يا احمد. هذا واقع، انا ما يعني ما اشوف نفسي اني ادسها على العالم، بالعكس هذا واقع. الحين لو تسالني واحد من الربع مثلا قصيده اللي قال لنا الايام هذيك، في بعض الاحيان اسمع ابيات عند ربع لك اللي أنا تقول لي هاي قصيدتك وتلذذ بسمعها. والله زين، هذه ألا تشعرك بمسؤولية الكتابة والطباعة؟ يعني ضرورة أنك أنت تطبع أول بأول علشان الزمن راح يتجاوز كثير من شعرك. صحيح، ولكن دائما يا أبو أحمد في إحساس يمكن أنه يراودك أنت بعد، وهذا الإحساس ممكن أنه يصيب مع بعض الشعراء. ما تحس أن في قصيدة قديمة سويت غيرها جديدة أقوى من القديمة؟ وأنا عندي قديمة أقوى من الجديدة عندي. هي. وعندي العكس. هي في بعض مرات ما يحرودك هالشيء. إيه شو المشكلة؟ أنا صدرت أحمد، لا تتكلم عن تجربتي، لأن أنا صدرت أنا 16 ديوان وروايتين. في 16 ديوان كل واحد لمناخاته ولمستوياته ولحالته الخاصة، والناقد يدرسه حسب مرحلته التاريخية. تقول لي في قصائد حلوه، اقول لك نعم، عندي قصائد في التسعينات افضل من قصائد 2000، مو غلط. واحمد انا وانت فارق سن بيننا الظاهر. اي لا طبعا، احنا مو بس فارق سن وفارق تجربه. احمد، بعيدا عن الان الكتاب اللي اتمنى احنا هذا البرنامج لو استطعنا ان نحرض احمد بن هياي المنصوري في هذه الحلقه ان يفكر جديا في الطباعه والتعاون مع المؤسسات. والله يا ابو احمد اني ودي اني انا اسوي ديوان، ولكن كل ما أسوي ديوان أقول لا، في كم قصيدة بعد ممكن تسوي، بحطها في الديوان، بضيفها في الديوان، دائما كذي، لأن الكم اللي عندي أنا بنقول 40 قصيدة أو 50 أو 100، هذي لا ودي أنا أن يكون تغرب لهم بعد. ها؟ تبي تغرب لهم بعد؟ لا على أساس أنساهم يعني؟ لا تغرب لهم، يعني تبي تختار منهم ولا هم هذول اللي مناسبين؟ لا مناسبين هذي، لكن أنا ودي أني أضيف فوق الحالة. يعني في هذه في الحلقة، هذه حلقة أحمد بن هياي، اكتشفنا التالي أعزائنا المشاهدين، تركتوا معنا أحمد بن هياي ما مراضي يسجل شعره كصوت، ومراضي يطبعه في ديوان، وبعد أحمد شو ناوي تسوي؟ وقاعد ينسى وقاعد يشجع ذاكرته على نسيانه. هذا أحمد يعني أقدر أقول في هناك في مشروع انتحار شاعر. لا الله يسلمك. ونحن نعرف أن أحمد بن هياي استطاع أن يصل إلى قلوب كثير من الشعراء، من الجماهير والشعراء، ولمكانته في الشعر. أحمد بن هياي ما لازم ينسى هذا الدور، دوره ورسالته أن شاعر والشعراء هم واجهة ثقافية للدولة، مثل الرياضيين واجهة رياضية، مثل الاقتصاديين هي واجهة المال والاقتصاد للدولة. هناك أعلام في الدولة هي تكون رموز لهذا البلد، يعني القيادة ربي يحفظها،
هذه موجودة الواجهة الرسمية للدولة، ولكن هناك في دائما رموز لكل بلد، رموز الثقافية، رموز الرياضية، صحيح. رموز الاقتصادية، رموز الاجتماعية، رموز العلمية، المخترعين. فإحنا مثل هذا أحمد بن هياي كرمز من رموز الثقافة ما نتمنى حقيقة إلا أن نجده في صدارة المشهد الثقافي. أحمد، حدثني عن دول الخليج وزياراتك لها وامسياتك فيها، شو حققت فيها؟ وين لقيت قصائدك واصلة؟ وين لقيت الجمهور كثير متواصل معاك في دول الخليج؟ والله لي جمهور كثير أنا في الخليج، ولكني كأمسية ما سويت أمسية في أي دولة من الخليج، مش قصور منهم، ولكن أنا مناسباتهم أو المناسبة اللي مفروض أني أنا أروح لها أكون يلا في مقناص أو مسافر، أو تقول لي تلهم مثلا في عز المقناص، لأن إحنا نبغيك مثلا في المكان الفلاني تينا، فأعتذر، مش من باب أني ما أريد أروح، ولكن الوقت نفسه اللي مفروض أني أنا أكون فيه في أمسية أنا مش في البلاد. وجماهير الشعر عموما في الإمارات، يعني كيف تشوف الشعر؟ يعني جمهور الشعر هل يرضيك؟ يعني تفاعله في أمسياتك وأمسيات الآخرين؟ شوف، قبول الشاعر في قلوب الناس هذه هبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فدائما الشاعر ممكن أنه يسوي قصيدة ما عليها كلام، ولكن جماهيرية. إيه جماهيرية، ولكن ما في قبول من العالم سبحان الله. في قصيدة جماهيرية وفي قصيدة نخبة يعني يحبونها ناس يعني ذويقة، وفي قصيدة توصل للجماهير. سمعنا شيء من الشعر الجماهيري. في كثير أبو أحمد، يعني مثل يوم يقول لو عشت طول العمر فقري ومديون يكفي فخر مني ابن عيال زايد. في يقول كيف نفشل ونحن شعب رجل عزوم، الصحاري بناها والتقدم مرعاه، وعلم اللي تعلم في جميع العلوم زايد الدار، هذه خططتها عصا عصاه مشهد. وش يقول كثير، يعني كم اللي بقوله لك، لكن ما هذه القصائد اللي انا عانيتها احمد، اللي هي القصيده اللي توصل الى متوسط الثقافه الى المثقف، يعني توصل الى عامه الناس، تبدا من عامه الناس الى علية القوم، تستوقفهم القصائد. هذه اللي عانيتها في القصائد الجماهيرية. طبعا انت معروف عن قصائدك الجماهيرية، حتى قصائد القنص فيها كثير جماهيرية عندك، يعني تحبب الناس في هذا اللون. نعم من الشعر. نعم. دائما انا احب اني اوصل المتلقي للي يسمعه كأنه حقيقة دائما، مش في الغزل ولا في اسمه، حتى في المقناص، حتى في الوطنية، حتى في الوطنية تلقاني جاد في الموضوع، ما ألف ودور، تلقاني جاد في الموضوع لدرجة أن المتلقي يتحمس معاي. أحمد، ما عندنا شك، وهذا سبب لقائنا معاك في برنامجنا شاعر الملايين. كنا نتمنى أن اللقاء يمتد معانا، ولكن محكومين بالوقت. أعزائنا المشاهدين، نتمنى أن تكون هذه الحلقة إضافة لكم، إضافة نوعية على مستوى ذائقتكم الثقافية في لقائنا المميز مع الشاعر أحمد بن هياي المنصوري. نتمنى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.